السلام عليكم. المايه مينون، يعني في شغلات بصراحه تحير، يعني في نعومه كذي اوكي. راح نتعلم الحين شلون نسوي الطريقه هذه بالان كلوث. الان كلوث اذا عملنا بلين عادي اوكي، خلينا نزيد السب ديفيجن فرضا كذي اوكي. الحين اذا رحنا على الان كلوث شيلف، اول شيء خلينا نسوي الهيستوري اوكي، ناشر على البوليجن، نضغط هذه اوكي. الحين سوالنا اياه هو اسمه، ما نبي ندش بالديتيلز ماله. رايت كليك، ناخذ فيرتكس، ناشر على الفيرتكس الاوليين، نضغط على هذه هني اوكي. الحين إذا حطينا التايم لاين 1000 مثلا عشان ناخذ راحتنا، نضغط بلاي، هذه راح نشوفه ينزل اوكي. يعني في طريقة ان نخلي الكلوث يتفاعل مع الأرضية يوز بلين. الحين ضغطنا بلاي، المفروض يوقف على الأرضية، شاف الأرضية الحين وقف عليها أوكي. الحين كونسترين، كونسترين اللي طلع معانا حق نثبت هذيل، يعني إذا فتحنا الأوتلاينر في دايناميك كونسترين، هو هذا اللي ماسك الفيرتكس، ماسك الكلوث. إذا ضغطنا بلاي هني الحين نقدر سوي الطريقة هذه، والتمام فيه بعد ضغطنا هني دسنا ثلاثة سموث، راح يعمل لنا السموث اوكي. طبعا من هذه تطلع حركات كثيرة، في كلوجن تقدر تسوي كولايد حق مع الجسم، مثلا اذا سوينا مثلا هنسوي سفير هني نقول له كولايد، نضغط على هذه نقول له كولايد. الحين اذا مشينا بلاي راح نشوفه يتفاعل مع الكرة اللي حطيناه بالنص نشوفه. ايش رايكم بالمايه ومينون؟